قرر قادة الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على إيران بعد الهجوم الذي شنته بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل. وأكد القادة الأوروبيون مجددا التزامهم بأمن إسرائيل، ودعوا جميع الأطراف بما في ذلك لبنان إلى منع حدوث المزيد من التوترات. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن قادة الاتحاد يشعرون أنه من المهم للغاية بذل كل ما في وسعهم لعزل إيران، مضيفا أن العقوبات الجديدة التي سيجري فرضها على إيران ستستهدف الشركات المشاركة في إنتاج المسيرات والصواريخ. من جانبه شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على أن من المهم ألا ترد إسرائيل بهجوم واسع النطاق. بدورها أيدت إيطاليا دعمها لفرض عقوبات على موردي الأسلحة المرتبطين بالهجوم ضد إسرائيل، وكذلك المرتبطين بالهجمات على السفن في البحر الأحمر. هذا ومن المقرر أن يواصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المحادثات ذات الصلة بالعقوبات الجديدة الاثنين المقبل، في حين تتطلع ألمانيا وفرنسا والعديد من الدول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع مخطط يضع قيودا على توريد المسيرات الإيرانية إلى وكلاء طهران في الشرق الأوسط. إلى ذلك، قال مسؤول ياباني إن مناقشات مجموعة السبع بشأن إيران كانت معقدة بعض الشيء، لكنها لم تصل بعد إلى نتيجة بشأن العقوبات التي يتعين فرضها. وكان مسؤولو مالية المجموعة نددوا بهجوم إيران على إسرائيل، وتعهدوا أيضا بالتنسيق لأي إجراء مستقبلي لتقويض قدرة إيران الحصول على أسلحة نووية أو إنتاجها أو نقلها لدعم الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار. كما عبروا عن القلق إزاء الأزمة في غزة، ودعوا لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. من نابولي تنضم إلينا موفدة الحدث نادية البلبيسي، ومن بروكسل معنا أيضا مراسل الحدث نور الدين الفريضي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك نادية، لك أن تطلعينا على الجديد. ما الذي يجري في إيطاليا؟ هل هناك اتفاق شامل لكل الأعضاء فعلا على تشديد العقوبات وفرض عقوبات جديدة على إيران، أم هناك تباين في وجهات النظر؟ هذا أولا. الأمر الآخر، إذا كانت هناك معرفة لنوعية هذه العقوبات ومتى يمكن أن تطبق؟ تفضلي. اهلا بك تهاني. في الواقع التداولات بدات صباح اليوم في جزيره كابري، طبعا حيث يجتمع قاده او وزراء خارجيه دول السبع. طبعا كما ذكرتي، اهم ما سيتم مناقشته هو الوضع طبعا بالنسبه للوضع في غزه، لكن ايضا تبعات الضربه الاسرائيليه على ايران وما يمكن لهذه الدول ان تقوم به كبديل لهذه الضربة. طبعا نوعا ما حسب ما أعرف من الوفد الأمريكي بأنه إسرائيل الآن على الأقل حاليا قد تتريث قليلا لتنتظر ماذا يمكن أن يكون هناك من بدائل. نتحدث عن عقوبات، نتحدث عن خيارات دبلوماسية بدلا من ضربة عسكرية. ماذا ستشمل هذه العقوبات؟ طبعا المعلومات الأولية تشير إلى أنه سيكون هناك عقوبات على الأسلحة الإيرانية، خصوصا بالنسبة للمسيرات وبالنسبة للصواريخ، لكن هناك طلب أمريكي وبالواقع تم الحديث عنه منذ أيام، وهو فرض عقوبات على الحرس الثوري نفسه كما فعلت الولايات المتحدة عام 2019. حتى الآن هذه النقطة لم يتم الاتفاق عليها. البعض يرى بأن على أوروبا طبعا أن ربما في هذا الظرف بالتحديد أن تتفق، أن تنسق مع الولايات المتحدة بالنسبة لهذه العقوبات على الحرس الثوري، لكن هناك من يرى بأنه لأن إيران لم ترتكب أعمال إرهابية في داخل أوروبا، وبالتالي لا يمكن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا على الأقل حاليا. لكن العقوبات أعتقد بأنها هي الوسيلة الوحيدة الآن أمام هذه المجموعة لتفرضها على إيران. هناك من يرى أيضا بأن هناك ثمن قد تحصل عليه إسرائيل، وهو الدخول إلى رفح. يعني بعض الأخبار الأولية تشير بأن إذا كانت هذه الدول بمجمعها مع الولايات المتحدة تريد أن ربما تتفادى هذه الضربة المحتملة من طبعا إسرائيل لإيران، ربما يكون الثمن هو الدخول بالعملية العسكرية في رفح. هذه من ناحية. من ناحية أخرى طبعا موضوع أوكرانيا موضوع مهم. قبل قليل اجتمع وزير الخارجية بلينكين مع وزير خارجية أوكرانيا، وكان الطلب الأساس هو
طبعا الدفاعات الجوية، يجب أن يكون هناك محاولة جديدة مرة أخرى من دول أوروبا ومن الولايات المتحدة أن تزود أوكرانيا بسلاح طيران جو دفاعي أو أسلحة دفاعية يمكن أن تحد من الهجمات الروسية. وطبعا نعم طلب من مجلس النواب الأمريكي تمرير الحزمة العسكرية بهذا الدعم الأمريكي، ويبدو بأن هناك بوادر تفاؤل بأن مجلس النواب سيمرر هذه المساعدات العسكرية الضرورية لأوكرانيا كما قال نعم هذا المستشار برد جديد، الأوكراني. يعني هذا جزء جديد تطرقنا إليه فيما يخص أوكرانيا كنوع من تحديث صحيح. المعلومات. شكرا نادية. سأنتقل إلى نور الدين. عذرا نور، دول الاتحاد الأوروبي سيواصلون مباحثاتهم فيما يخص العقوبات الجديدة يوم الاثنين على إيران. لماذا تم التأخير إلى هذه المرحلة؟ هل هناك تباين في وجهات النظر؟ ما هي وطبيعة هذه العقوبات التي يمكن أن يتم فرضها؟ هل هي تختلف عما يتم الحديث عنه في اجتماع القمة السبعة؟ تفضل. أو الدول السبعة. حول جدولة القرار، فالقرار السياسي اتخذ على مستوى القمة في غضون اليومين أو بالأحرى البارحة من خلال توصية قادة الاتحاد الأوروبي إلى وزراء الخارجية، إلى اللجان المختصة بإسراع وتيرة العمل من أجل توسيع وتشديد أنظمة العقوبات ضد إيران. لماذا يوم الاثنين؟ لأن آليات القرار وآليات البحث في التفاصيل القانونية والسياسية أيضا تنقل دائما إلى اللجان المختصة، تنقل طبعا إلى وزراء الخارجية الذين سيجتمعون يوم الاثنين، وبالتالي هم أيضا سيعاودون التأكيد على بعض المسائل السياسية، ربما على بعض المواعيد، من أجل أن تكون هذه القوائم جاهزة في أقرب وقت ممكن، ربما في غضون أسبوع إلى أسبوعين. ما هي هذه العقوبات؟ إيران تخضع لخمسة أنظمة عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي. من بين هذه الأنظمة نظام يتعلق بالمسيرات وآخر بالصواريخ الباليستية. ماذا سيحدث بالنسبة لهذه الأنظمة؟ سيتم فقط توسيع القوائم لتشمل المزيد من المسؤولين الإيرانيين والمزيد من الكيانات الإيرانية التي لها دور مباشر أو غير مباشر في تطوير المسيرات أو في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية. هذا واحد. اثنين، ما سيأتي جديدا في هذه العقوبات هو أن الكيانات التي تزود وكلاء إيران في المنطقة، بمعنى في العراق، في سوريا، في لبنان وفي اليمن، أنظمة العقوبات ستشمل أيضا إجراءات خاصة تتعلق بالكيانات التي تورد الصواريخ الباليستية أو المسيرات إلى العراق وكذلك إلى سوريا ولبنان واليمن. مسألة الحرس الثوري الإيراني، ورئيس الوزراء البلجيكي قال صباح اليوم إن القمة أو إن الدول الأعضاء تستطلع الجوانب القانونية لإدراج الحرس الثوري أو للنظر في إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني، لأن هناك مسائل تتعلق بصعوبة التعقيدات القانونية في على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن افتراض إدراج الحرس الثوري الإيراني من دون حكم في قضائي في إحدى الدول الأوروبية يعرض هذا القرار الأوروبي إذا ما أدرجه الاتحاد إلى الطعن به بكل سهولة أمام محكمة العدل الأوروبية. لذلك فالاتحاد الأوروبي يتفادى هذه الخيبة ويتفادى ويريد أن لا يقع في هذا الخطأ، لذلك فهو يشترط يعني من ناحية القانونية أن يقوم جهاز حكم ما أو جهاز قضائي في ألمانيا، في فرنسا، في رومانيا بإصدار حكم ضد الحرس الثوري الإيراني. آنذاك يمكن على الاتحاد الأوروبي من ناحية القانونية والسياسية إدراج ذلك في قوائم الإرهاب، ولكن المسألة تظل مطروحة للنقاش والنقاشات مفتوحة منذ مدة، وهذا ليس بالأمر الحديث. ما قاله جوزيف بوريل صباح اليوم في هذا الاتجاه كان واضحا من أن سيتم توسيع القوائم. ثانيا قال من أن يجب أيضا أن تدعى إسرائيل إلى عدم الرد على الهجمات والاعتداءات الإيرانية، لأن المنطقة تسير خطوة فخطوة نحو حافة الحرب الإقليمية، وإذا حدثت هذه الحرب على صعيد إقليمي فإنها ستكون مدمرة للمنطقة، وأيضا ستكون لها صدمات ارتدادية بالنسبة للعالم ومباشرة بالنسبة لأوروبا.